في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وتنفيذا لمخطط العمل المستطر لطرح قائد المجموعة الإقليمية للضبط الوطني بغداية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للضبط الوطني بسرفانة بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة الجمارك الجزائرية أثناء تنفيذهم خدمة مشتركة متمثلة في سد على مستوى الطريق الوطني رقم 49 في شطر الرابط بين ولاية غداية ووارقلة بالمنطقة المسمى الواد، تمكنوا من توقيف واحد دراجة نارية حاول صاحبها الفرار لفتة رؤيته لأفراد أسد. هذه العملية أسفرت عن حد 11250 قرص مهلوس من نوع بريغابالي 300 ميليغرام دراجة نارية وتوقيف شخص مشتبه به. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إحداث محضر قضائي ضد المشتبهين لتقديمه أمام الجهات القضائية.